بسم الله الرحمن الرحيم، برحب بحضراتكم. نضارة البشرة هدف رئيسي وأساسي عند الناس كلها، سواء بقى كان ستات أو رجالة، بس أكيد عند الستات أكتر بكتير. في ناس كده أول ما تشوفها داخل عليك تحس إن بشرتها جميلة وصافية وما فيهاش أي مشاكل، في ناس تانية تحس إن بشرتها بهتانة وفيها غمقان، وساعتها نقول بقى يا صحتها مش كويسة، عندها مشاكل، أو ممكن تكون مرهقة مش نايمة كويس. بس مش ده بس اللي ممكن يكون سبب في مشاكل نضارة البشرة، في أسباب تانية بقى كتير جدا، في الجو، في الحالة النفسية، في الماسكات اللي احنا دايما نعرفها من بعض ومن جارتنا ومن صاحبتنا، وندخل على النت ونطلع أي حاجة موجودة ونبدأ نحطها على بشرتنا، وفي الآخر نتفاجئ بمشاكل كتيرة جدا ممكن تحصل لنا بعد كده. النهاردة هنتكلم عن نضارة البشرة، ازاي بشرتنا تبقى جميلة وصافية وما فيهاش أي مشاكل، ايه العادات الكتير جدا الغلط اللي ممكن نكون بنعملها خلال يومنا تأثر على نضارة بشرتنا. مشرفني ومنورني النهاردة دكتور يحيى حشيش، أخصائي الجلدية والتجميل بالليزر بعيادات إنشيب. دكتور يحيى منورني، أهلا بيك. مرسي، ازيك؟ أهلا بيكي وأهلا بكل الناس اللي بتتفرج علينا النهاردة. نورتنا. مرسي، حضرتك المنورة دايما. ربنا يخليك يا رب. مشكلة وهدف عندنا كلنا أكيد. تقريبا نفرح قوي لما حد. احنا عارفين الاول ايه هي نضاره البشره؟ ما هو ده انا كنت، انت سرقت يعني السؤال مني. يعني ايه نضاره البشره؟ يعني هل هي واحده داخله عليا لونها ابيض، هي بيضه وشقره كده، هي بشرتها نضره؟ لا طبعا اكيد. يعني لا. واحده داخله لونها اسمر، بنوته سمراء جميله كده، ما عندهاش نضاره؟ لا طبعا. نضاره البشره مش هي لون البشره، لون البشره بيختلف من شخص للتاني، ممكن حد يبقى اسمر قوي نضاره بشرته واضحة وظاهرة، وشه منور، وشها منور. واحدة تانية داخلة هي بلوندايا لكن بشرتها تحسي فيها مشاكل مطفية. كتيرة، برافو عليكي، حاجات كتير قوي. عوامل التجاعيد، التصبغات المنتشرة في البشرة بطريقة هابهازرد، بطريقة مش يونيفورم، اللاكسيتي بتاعت الجلد، ان الجلد يبتدي يفقد الليونة والقوة بتاعته فيبتدي يحصل فيه تساقط، الكلام ده كله بيأثر على البشرة. الأكياس اللي بتظهر تحت العين، الغمقان اللي حوالين العين، كل ده. وأحيانا يبقى بعض البقع اللي ممكن تكون موجودة في البشرة برضو، مثلا زي مثلا الكلف اللي بيظهر مع التعرض للشمس، او بيظهر بعد الحمل، وبيظهر للستات البيوت اللي بيقفوا قدام الفرن وبيطبخوا كتير. ده غير بقى حب الشباب كمان ومشاكله والبقع اللي بيسيبها. بالظبط. فكل ده بيأثر على نضارة البشرة، ان انا بشرتي ما بقاش منورة، ما تبقاش صافية، هي دي الفكرة. لكن ما ينفعش حضرتك داخلالي لونك اسمر شويه بتقولي لي انا عايزه حقنه نضاره، انا عايزه يبقى عندي نضاره. حضرتك بشرتك ما شاء الله منوره. مفيش حاجه اسمها حقنه نضاره، في حاجه اسمها انا بشتكي من ايه؟ ايه مشكله وشي بشرتي اللي مأثره على النضاره اللي مخليها؟ في وقت من الاوقات ظهر فكره الحقن اللي بتخلي البني ادم يرجع زي ما اتولد. هو الناس مش فاهمه الكلام ده. لا طبعا مفيش اي حاجه، ده مهم اننا نوضحه جدا. طبعا لازم الناس تفهم كويس جدا يعني ايه حقنه نضاره. مفيش حاجه اسمها حقنه نضاره، في حاجه اسمها انا مثلا عندي تجاعيد بتظهر مع الاكسبريشنز اللي هي بتظهر فوق، مع الاندهاشه، مع الابتسامه، مع التكشيره، هعمل لها بوتوكس. بالظبط، دي حاجه ممكن اعمل لها بوتوكس تقلل شويه التجاعيد اللي بتظهر، احافظ على بشرتي من ان التجاعيد دي تتحفر بالوقت، فاعمل بوتوكس. البوتوكس اللي هي المادة اللي بتتحقن بتعمل ضعف مؤقت للعضلة، الناس كلها عارفاه. طيب أنا واحد أو واحدة بزيد في الوزن جامد وارجع أقل تاني، أزيد وارجع أقل، إن احنا نملى ونقل كل ده بيأثر بالوقت على نضارة البشرة. البشرة يعمل إيه في البشرة؟ بيخلي الجلد بدل ما هو مشدود يبتدي يتراخي، يبتدي يقع. الناس اللي بتعمل عمليات التدبيس وتحويل المسار اللي بيخسوا بال 30 و 40 كيلو، الناس دي فجأة ممكن تلاقي تشوفيهم قبليها، الله شكلك جميل، وشك منور، عامل زي البدر كده. بعد العملية، بعد ما بيخسوا بعد 6 شهور، انت مرهقة وتعبانة. فقدت كتير قوي من نضارة بشرتها. ده بسبب ايه؟ بسبب ان جلدها وقع. طب ده ملوش اي علاقة باللون، ملوش اي علاقة بهي بيضة ولا سمرة، ملوش اي علاقة بس علاقة بشكل الجلد نفسه عامل ازاي؟ بالشكل العام. اوكي، الجلد ازاي بيرفلكت اللايت؟ انت الكلمه ايه؟ اكلا، ضي، في نور طالع من الوش. طيب ما ده حله ايه؟ يا اما هنعمل حقن
دهون، لا اما هنعمل حقن فيلرز بطريقه معينه ان احنا نقدر نرفع الجلد، ودي هنتكلم عليها في موضوع مشاكل تساقط الجلد وازاي نقدر نرفع. انا اول مره اسمع حقن دهون دي، ليه؟ يعني ايه بقى حقن دهون؟ حقن دهون لو احنا عندنا مناطق، احنا مثلا في ناس بيفقدوا الوزن بكثره، دول بيفقدوا كثير من الدهون في بشرتهم، في جلدهم، في وشهم، فممكن يبقى الفيلرز مش اداه براكتيكال او ايكونوميك ان احنا اقتصاديا ان احنا نقدر نحقن، لان هنضطر وقتها نحقن كميات كبيره ممكن تبقى مكلفه على العيان او ما توصلوش للشكل اللي هو كان متعود على نفسه بيه، فنضطر وقتها ايه ممكن ناخد دهون من مناطق معينه. دي طبعا يتكلم فيها دكاتره جراحه التجميل زملائي واساتذتي باستفاضه اكتر، ويتم حقنها تاني في الوش من في الشخص. المناطق من الشخص نفسه. هي دهون ذاتيه. اوكي طبعا انا غير صالح ان انا اتكلم في الموضوع، ولكن دي نبذه بسيطه عن حقن الدهون. طبعا الفيلرز بتساعد كتير قوي على استعاده نضاره البشره مع التقدم في السن مع فقدان بعض من الوزن. في ناس بيبقى عندهم خدود، الخدود دي تبتدي تقع، تقل الدهون فيها، الجلد يبتدي يقع. طيب تخيلي انت قعدتي بناء الخدود دي بطريقه طبيعيه، شديتي الجلد، رسمتي عظمه الخد، اظهرتي بعض من النضاره اللي هي فقدته في منطقه من المناطق الماجيكال، انا بعتبرها ماجيكال في حقن الفيلرز واعاده نضاره البشره، ما بتبقى تايهه كتير على كتير من الناس، بالذات بتظهر مع التقدم في السن. منطقه الصدغ اللي هي بنسميها التمبلز بتبتدي تقل، تلاقي في ناس داخله لجوه كده بدل ما هي كونفاكس طالعه لبره ماليه مكوره تبتدي تبقى مقعره، تبقى داخله لجوه، تاخد الجفن وتقع، تاخد الحاجة وتقع، فقدان دهون، تقدم سن. مع السن الدهون بتقل، العضلات بتضعف، العظم بيحصل له ريزوربشن، الجلد بيفقد اليون فينزل، فكل ده بنحقن فيلر فيها نقطه هنا ونقطه هنا. العيانه عارفه بتيجي بعديها بتقول لي ايه؟ بعديها بثلاث اسابيع مثلا انا حاسه ان وشي نور. الناس بقت بتقول لي انت وشك بتفرق. انت وشك بقى، انت احلويتي، انت نورتي من غير ولا ميك اب ولا اي كريمات ولا جلسات نضاره ولا اي حاجه من الكلام ده. فده معناه ايه؟ معناه ان كل واحد فقد نضاره بشرته هو فقدها بسبب ما. فلنفترض الست البيت اللي حملت ووضعت وحصل لها كلف بعد الحمل ونزق وخدت كتير من الكالسيوم اللي ممكن يكون موجود في الجسم، عملت حاجات كتيره قوي. اوكي طيب حصل لها كلف، حصل لها تصبغ، بيبقى بقعه بني في الجلد، فجاه الست تحس انا متضايقه، هي بتاثر على نفسيتها وبتزيد كمان معاها ايه بقى؟ تعرض لشمس، ممكن تبقى تان لوفر بتحب تقعد في وقت في الصيف على البحر وتقعد تاخد تانينج وترجع البيت تطبخ وتقف في حته فيها حراره، فيها سخونه، كل ده بيزود من التصبغات اللي موجوده. طب ما دي علاجها ايه؟ علاجها عشان نرجع لها نضاره بشرتنا، بشرتها هنعمل ايه؟ هنعالج التصبغ ده، هنحاول معاها نعالج التصبغ ده. اه طبعا الكلف كلنا عارفين، لازم نبقى عارفين ان علاجه ممكن يكون صعب شويه. اشرح للناس كده يعني ايه كلف يا دكتور؟ الكلف بيبقى شكله عامل ازاي في البشره؟ الناس كلها عارفه اللي هي بتحصل في الباتر فلاي، حته منطقه الفراشه، المنطقه دي بتبتدي تغمق، يبقى لونها بني. كل الستات عارفينه تقريبا، هو بيحصل ممكن للرجاله بس اكتر 90% في السيدات. بيحصل هو له يعني استعداد وراثي طبعا. بيزيد مع التعرض للشمس زي ما قلنا، مع بعد الحمل ممكن يظهر الكلام ده، وطبعا اللي بياخدوا راس منع حمل اللي فيها هرمونز اللي هي الهرمونال والهرمونال ريبليسمنت ثيرابي، الحاجات دي كلها بتاثر على التصبغ اللي هو بتزود الكلف شويه. طيب ده هل لو جلسة كده هتيجي تقولي في العيادة للدكتور أنا عايزة أعمل جلسة؟ هعمل لك جلسة واثنين وثلاثة، بس لا تتوقعي أبدا، ولازم السيدات لو سمحتوا يعرفوا الحتة دي، إحنا بنعالج وبنحسن كتير من الكلف، ولكن الكلف محتاج منك أنت إنك تحافظي على نفسك. بمعنى
صن بلوك، واقي الشمس ده أساسي، ده صاحبها، ده في شنطتها على طول، خارجة داخلة المطبخ رايحة أي حتة، أي تعرض للحرارة واقي الشمس مهم جدا جدا. عشان بعض الناس متخيلين ان هو ان هي تستعمله وهي خارجه بس، لا ده انت لو واقفه كمان قدام لو واقفه قدام البوتاجاز والنار لازم بيأثر كتير جدا. والحاجه الثانيه، احنا في الشتاء الجو برد بنحب الشمس، هنلاقينا اول ما بنلاقي شمس بنقوم قاعدين فيها وفرقانين ومبسوطين ومدفيين متخيلين الشمس مش هتأثر على بشرتنا زي ما بتأثر عليها في الصيف، لكن ده طبعا مش حقيقي. لازم واقي شمس في الشتاء برد. على قد ما في جو برد، لا الشمس هي هي، اليو في ريز هي هي هي، ما اتغيرتش. اوكي تاثيرها على البشره واحد. كريمات التفتيح، هتستخدمي كريم التفتيح المناسب ليكي، يبقى انت هتعملي جلسات، سواء هتعملي كيميكال بيلينج، هتعملي كل اللي حضرتك بتقوله لازم يبقى تحت اشراف الطبيب. ما اساسي، لانه في ناس كتير جدا منها لنفسها كده تدخل الصيدليه وتجيب كريم التفتيح علشان خاطر فتبدا تشوف وشها محروق، او صاحبتها قالت لها خدي ده موضوع تاني، خدي الجاتل اصلا مشيت على الكريم ده. لا المشكله ان عاده التركيبات دي كلها بتبقى مليانه كريمات كورتيزون، دي كارثه كارثه. مش عايز اقول لك احنا بنشوف منها الكورتيزون ده. ما هو هو اول ما شفت حالات بتستخدم الكريم الكورتيزون، هو سحر يا جماعه، يعني يتحط برافو عليك، هي كلمه كده وتحس ان انت كانك دخلتي خرجتي واحده تانية. ايوه ده حقيقي، بس ده بالوقت بقى بيحصل ايه؟ ايه بقى الجلد بيحصل. الكورتيزون له تاثير سلبي سيء جدا على الجلد. مبدئيا الجلد بيبتدي يفقد المناعه بتاعته، دي حاجه. الجلد بيبتدي يفقد السمك بتاعه والمرونه بتاعته، يبتدي يبقى عامل زي ورقه البفره كده رفيع، يبتدي تظهر فيه تجاعيد، بتبتدي تظهر فيه خلاص بقى هو الأوعية الدموية اللي جواه، الأوعية الدموية بتبتدي تظهر وتوسع، تبقى باينة. عارفة اللي بيظهر عندهم احمرار في المناطق الخدود، في أوعية دموية كده بتظهر أكتر في الناس اللي عندهم حاجة اسمها روزيشيا اللي هي الوردية، تبتدي تظهر للناس اللي بياخدوا اسمها نخالة وردية، مش نخالة وردية، النخالة الوردية دي حاجة تانية خالص، دي بتظهر مرة تقريبا في العمر. لا التانية روزيشيا دي بيبقى عندهم منطقة الوجنتين، ممكن دقن الجبهة، المناخير بتحمر جدا مع تعرض الاكستريمز اوف ويذر، شقة حر قوي او برد قوي، بيعانوا دول فتره الشتاء، بشرتهم تبقى جافه جدا، بيبقوا محتاجين يستخدموا دايما مرطبات، ودي تحافظ كمان على بشرتهم ان هي تحافظ على نضارتها. المرطبات مهمه جدا لكل الناس، لكل الناس، بالذات كمان في الوقت اللي احنا قاعدين فيه ده، البرد القارس اللي احنا فيه ده، مهم جدا مرطب عشان نحافظ على البارير، السكين بارير. اللي هو بنتكلم بقى على البرد، يعني حضرتك ذكرته، ناس كتير جدا بيبقى عندها مشكله في فكره انه الوش بيبقى جاف جدا بالظبط، وغصب عننا احنا اليومين اللي فاتوا دول تلج، لو الميه نزلت من الحنفيه بتنزل متلجه، فهتعملي ايه؟ فتقومي عامله ايه؟ ميه دافيه، مش دافيه بس، ده مولعه مره اوكي خلينا صرحه، مش هنعرف نستخدم الدافيه العاديه دي. أيوة. لا هنبقى محتاجين ميه مولعه، وبالذات في الشاور. ف المطلوب ايه؟ انا مش هقدر اقول للناس لا بلاش ميه، اخلوك ميه فتره، انا نفسي مش هقدر استخدم ميه فتره، صعبه جدا في الجو ده. فنقعد مثلا دقيقه دقيقتين بالكتير قوي في الشاور، يعني ما نطولش فترات الشاور، ما نطولش الفترات اللي احنا بنبقى سوق فيها تحت الميه السخنه. ويستحسن نستخدم صابون او شاور جيلز كريمي، صابون جليسرين، الحاجات اللي هي المرطبه، الحاجات اللي هي مرطبه دي. ولما نيجي ننشف نطبطب على البشره. خلي بالك دي اللي احنا بنتكلم فيه ده له علاقه بالنضاره، لان احنا دلوقتي احنا بنحافظ على ترطيب البشره اللي هيحافظ بالوقت على نضاره بشرتنا، لان احنا مع الجفاف بيحصل تشققات طبعا. بيحصل التهابات، بيحصل اكزيما، ممكن تسيب علامات غامقه، فدي بنيجي بعد الشتاء، انا بشرتي طلعت من الشتاء في بطش غامقه، طب حافظي عليها انك تستخدمي مرطبات، خلصي الشاور، ادهني المرطب بتاعك لجسمك كله لوشك، يبقى في مرطب بالليل ومرطب الصبح. مهم جدا المرطبات في الفتره دي، مهم نحافظ على ميه الجلد في الفتره دي، لان الجلد بيفقد كثير من ميته في وقت الشتاء، فبيأثر كتير قوي على نضاره بشرتنا بالوقت. عادات بنتبعها كلنا مع الاسف، هي مش عادات، هي هو اسلوب حياه بقى، ننسى نشرب ميه، ناخد وصفات من على الانترنت، ناخد وصفات من جارتنا، من صاحبتنا، من قريبتنا، من اي حد، وفي ناس تقول انا عندي بقى ماسك ليكي ما حصلش هيخليكي قمر، وحاجات فوق حاجات فوق حاجات فوق حاجات من اي حاجه موجوده في المطبخ وتتحط على البشره، ماذا تاثير ده؟ بصي
يعني احنا لسه متكلمين ان معظم الوصفات دي بيبقى فيها كوارث. اللي ينفعك ما ينفعش اختك بالظبط، جلدك مختلف عنها. اوكي، احنا نفس تقريبا الاستعدادات الوراثية، لكن مش عشان عندي نفس الاستعداد الوراثي ان انا اكون فعلا هيظهر عليا نفس الاعراض اللي هتظهر على حضرتك. انا لما باخد قرص مسكن وحضرتك هتاخدي نفس القرص، انا هستريح وحضرتك ممكن يحصل لك حساسية بعدين. وهو ده مفيد. اوكي، فاحنا لازم نبقى عارفين ان لكل شخص ولكل بشرة الحاجة المناسبة ليها، الكريمات الموضعية، الجلسات المناسبة ليها، سواء احنا هنعمل كيميكال بيلينج. ممكن ان حضرتك تيجي حضرتك واختك في نفس اليوم، انا هعمل لك كيميكال بيلينج، حضرتك انا ما اقدرش اعمل لك كيميكال بيلينج، هعمل لك فراكشنال ليزر، لكن حضرتك لا، لا يمكن اعمل لك فراكشنال. كل واحد يناسبه حاجه حسب طبيعته. مش فكره كمان، خلي بالك البشره بس، هي فكره كمان اللايف ستايل. انت بتعملي ايه في يومك؟ بتصحي امتى؟ بتنامي امتى؟ بالظبط، عندك ميتنجز، بتخرجي، عندك ولاد بتوديهم تمرين، بتنزلي الصبح في الشمس، بتروحي، الكلام ده كله بيأثر على اختيارنا للعلاج. فحضرتك ما ينفعش وحضرتك قاعده في البيت وصاحبتك ماسكه التليفون بتكلمك، خدي بقى اكتبي جنبك كده تك 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 ودي استخدميها الصبح. ده طبعا مش كلام مظبوط، ما كانش يبقى فيه لازمه للدكاتره. بالظبط، يعني احنا موجودين عشان ندلكم على قد ما نقدر، على حد علمنا المتواضع، ندلكم على الحاجه المناسبه لبشرتكم، لكل شخص، لكل زي الكل شيخ له طريقة، هو لكل شخص له الكريم بتاعه، الحاجة المناسبة له، الحاجة المناسبة بتاعته. في كريمات للنضارة موجودة في الصيدليات كلها بأنواع مختلفة، منها اللي ممكن يعمل التهابات عنيفة بس في فايدة كبيرة، ومنها اللي مش هيعمل أي التهابات، الفايدة ممكن تبقى خفيفة. على أساس إيه هنختار ده أو ده؟ هتفرق بين أنت وواحدة تانية، هتفرق بين الناس. يعني مش كل الناس بينفع تستخدم نفس الكريمات، هتيجي بنفس الشكوى علاجك مختلف، اكشلي هتيجي بنفس التجاعيد علاجك مختلف. هقول لك انت هتعملي خيوط، لا انت هتعملي فيلرز. طب ليه؟ كل حد حسب بشرته، ايه مشاكلها، ايه المشكله بالظبط، ايه الاندرلاينج بروبلمز اللي سببت في الاخر ده. ما هو الاسباب تختلف، انت عندك تصبغات، لا انا عندي تجاعيد. طيب حضرتك عايزه تقنعيني ان الكريم ده هيعالج التجاعيد والتصبغات والانتفاخات اللي تحت العين؟ في ناس بتدعي ان في كريمات بتعمل كل حاجه، يلا وتغير الشكل يعني وتغير اللون وتغير السن، انتي مونيكا بيلوتشي فجاه، لا طبعا وتغير كل حاجه، مفيش الكلام ده خالص. فاسهل حاجه ان احنا نروح للطبيب اللي احنا بنثق فيه، نساله، نعرض عليه مشكلتنا، نعرض عليه احنا شايفين احنا ممكن نعالجها ازاي، ونسمع منه. مهم قوي الحوار بين الطبيب طبعًا والمريض بتاعه. طبعا لان هو على اساسه بيقدر يحدد بالظبط، يعني زي ما حضرتك قلت، بيصحى امتى، بيفطر ايه، بياكل ايه، ايه اهم الحاجات اللي ممكن يكون بياكلها، بياكل خضروات ولا لا، بيستخدم ايه بالظبط. من ضمن الحاجات المهمه جدا في بشرتنا وفي وشنا منطقه العيون. ناس كتير جدا يبقى عندها مشاكل بانه المنطقه دي ممكن يبقى فيها بعض الانتفاخات، ممكن تبقى فيها شويه غامقه. حضرتك كنت بتقول لي يمكن لا غمقان عنيف اوقات. اوكي كنت بقول ايه؟ كنت بتقول لي انها ممكن يبقى فيها نوع يعني تدخل وراثي. بالظبط، بس في حاجات تانية. بالظبط بالظبط، في معظم الناس المرضى اللي بييجوا يشتكوا او اللي بيجوا لنا العياده بيشتكوا من التصبغات حوالين العين، الغمقان اللي حوالين العين اللي هو الدارك سيركلز او دارك هالوز، بيبقى فيها سبب وراثي. لازم يعرفوا احنا هنعمل بي ار بي رائعه، اللي هي بليتلت ريتش بلازما، البلازما الغنيه بالصفائح الدمويه، رائعه في علاج التصبغات حتى لو فيها عامل وراثي. لسه ما كملتش، طيب كمل، هكمل لك. لكن لازم نبقى عارفين كويس جدا الجزء الوراثي ده، لا يمكن اقدر اتعامل معاه باي كريم او اي جلسه اقدر اعملها تضيع الجزء الوراثي ده، هيبقى دايما في غمقان. اللي هقدر اعمله ايه؟ لو انا عندي تجويف تحت العين، في انتفاخات، عندي تجويف تحت العين، ممكن اعمل فيلرز للاندر ايز اللي هي بنسميها تير تروف، التجويف اللي موجود تحت العين ده بيبقى عليه شادو خيال، ده ممكن يزود لنا طبعا الغمقان. طيب يتحسن شويه الغمقان، ممكن اعمل شد للجفون غير جراحي بحاجه اسمها بلازما جات او بلازماج، جهاز لطيف جدا بيعمل شد، ده بيحسن كمان اللون والنضاره بتاعه البشره، الجفون حوالين العين،
فده لطيف يقلل كمان التجاعيد اللي موجوده، يقلل الغمقان. طيب احنا لسه في غمقان يا دكتور اعمل ايه؟ حضرتك عندك جزء وراثي، فالناس بتبقى متخيله انها هتدخل تخرج مفيش اي حاجه من المشاكل دي خالص. نو واي مش كل الناس، خلي بالك، لا في ناس بيتحسنوا كتير جدا وبتروح لو ما عندهمش الجزء الوراثي ده. طبعا العادات السيئه ليها عنصر وسبب اساسي زي التدخين، الكافيين الكتير، قله النوم، السهر بالذات، الكلام ده كله لازم ناخد بالنا منه. والناس اللي بيحطوا ميك اب ممكن يعمل لهم شويه حساسيه في المناطق دي، ودي مشكله تانية ولازم هكملها مع حضرتك باذن الله في حلقه تانية باذن الله. دكتور يحيى حشيش، اخصائي الجلديه والتجميل بالليزر بعيادات انشيب، نورتني. ميرسي. ونكمل ان شاء الله مع بعض باذن الله. بشكر حضرتك جدا. بشكر حضراتكم مشاهدينا، واشوف حضراتكم ان شاء الله فقره جديده من واخر النهار. اشوف حضراتكم بالف خير، تصبحوا على الف خير.